أعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تماري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره إلهنا إلهنا نسألك سؤال من أحبك ورغب فيما عندك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة ونسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم رضنا بقضائك اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في أقدارك اللهم
اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا وأذهب صخيمة قلوبنا. اللهم وقنا مضلات الفتن، اللهم قنا مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك شفاء قلوبنا وصلاحها، واجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى. اللهم إنا نعوذ بك من خزي يوم المحشر، ومن شر ما بقي من الدهر، ومن شر ما بقي من الدهر. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك، نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء، ونعوذ بك من زوال النعمة، ونعوذ بك من فجاءة النقمة. وارزقنا قلبا يخشاك، وارزقنا قلبا يخشاك كأنه يراك، إلى أن يلقاك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا كريم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بجمالك وجلالك وكمالك وبأسمائك الحسنى كلها، وبقدرتك التي استطعت بها على كل شيء، نسألك في هذه الليلة التي هي من أولى الليالي المرجوات، يا حرم هذه الجموع على النار، اللهم حرمهم على النار يا مولانا، يا إلهنا، يا غياثنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ووالدينا وأهلينا وزوجاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. إلهنا، اجعلنا من أوفر عبادك نصيبا في هذه الليلة المباركة. اللهم ارفع أسماءنا إليك رحمة وعتقا، رحمة وعتقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، إلهنا، نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترفع عنا البلاء والشقاء والعناء، يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم يا الله ما وعدنا
وقفت هذه الجموع بين يديك رجالا ونساء إلا وهم يحسنون الظن فيك يا الله. اللهم يا ربنا اللهم أعطهم اللهم أعطهم على حسن ظنهم وزيادة وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنك لا تخيب من سألك ولا ترد من دعاك. إلهنا لا تكشف عنا سترا لا تكشف عنا سترا لا تكشف عنا سترا. اللهم وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين. اللهم اكفنا كيد الحاسدين واحفظنا من جميع جهاتنا من جميع جهاتنا. إلهنا يا من العطاء أحب إليك يا من العطاء أحب إليك. اللهم أعطنا اللهم أعطنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبتنا على الصراط وثبتنا على الصراط وحرم على النار أجسامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ومن مات من حكام الإمارات. وارحم اللهم والدينا وارحم اللهم والدينا ومن مات من أهلينا والمسلمين والمسلمات. اللهم أنزل على ولي أمرنا الشيخ خليفة أنزل عليه شفاءك وعافيتك. اللهم وفقه ونائباه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير من صلى وصام وسجد وقام وطاف بالبيت الحرام وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.